لا بد من الصلاة. ما لنا حياة بدون صلاة؟ هل يمكنك أن تعيشي بدون أن تأكلي وتشربي وتتنفسي؟ الجواب لا. ما فينا أحد يمكن أن يعيش بدون أن يأكل ويشرب ويتنفس الهواء. الصلاة أهم، لا بد منها. أوجدي لنفسك، والمسألة بسيطة يا أختي، أنت تخرجي من الصباح الباكر، لا يعني في يمكن الذي يوافيك في العمل صلاة الظهر، ويمكن صلاة العصر أو صلاة العصر تؤجلي حتى تعودي إلى بيتك. هذا إذا كان يعني عملك في 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 النهار. إذا كان في الليل كذلك، أوجدي لنفسك وقتا تصلين فيه. لا عذر على الإطلاق في ترك الصلاة، لا عذر للمسلم أو المسلمة في ترك الصلاة. يا أحبابي، يا من يسمعني، يا من يريد أن يكون قريبا من الله، يا من يريد أن يحقق دينه الحق، الصلاة الصلاة الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بينك وبين الله، الصلة بينك وبين الله بالصلاة. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، أول شيء فعله بنى المسجد لكي يوجد هذا الرابط بين المسلمين وبين ربهم. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يجدد العهد بينه وبين الله عز وجل. فلا عذر مهما كانت الأحوال، أوجدي لنفسك وقتا وصلي يا أختي بخشوع. كل المسألة لا تستغرق عليك 7 دقائق 8 دقائق، وأنت تعملي 8 ساعات، من 8 دقائق ما أظنه يضرك هذا، ولله الحمد. فالشاهد في الأمر لابد، ورتبي وضعك على أن تصلي. لا عذر أبدا. ما أذن الله للذين يقاتلون في المعركة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، ولذلك شرع لهم صلاة الخوف. فالشاهد في الأمر الصلاة الصلاة يا أحبابي. من حفظها حفظه الله، من حفظها وفقه الله، حتى ولو كان عنده شيء من القصور أو النقص في باب من الأبواب، الله يعينه على إكماله وتمامه.